مساء الخير يا أمير. تحياتي ليك يا كابتن أيمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حدث تاريخي على بعد ساعات قليلة جدا من الانطلاق، وهي مباراة الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم، وهي مباراة غاية في الأهمية والقوة والصعوبة بكل تأكيد بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا بالنسبة لفريق البايرن بطل ألمانيا وبطل أوروبا وأحد أفضل الفرق في العالم. الأمور في الحقيقة ماشية بالشكل الأمثل بالنسبة للنادي الأهلي من حيث الاستعداد. الأهلي عد بكل قوة لهذه المباراة، واللاعبين والجهاز الفني مركزين بالشكل الجيد جدا في كيفية خوض هذه المواجهة. خلينا نتكلم معاك يا كابتن أيمن بخصوص كل الكواليس التي تسبق انطلاق المباراة. النهاردة كان يوم مهم جدا بالنسبة للاعبين، استعد من خلاله لمباراة اليوم، كان طبعا عبارة عن برنامج طبيعي جدا بالنسبة للفريق في أيام المباريات بشكل عام. النهاردة كان في ميعاد الفطار الصبح، بعد كده كان في الغداء بالتحديد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت المونديال، الساعة 5 كان السناكس بالنسبة للاعبين، 5:30 بالظبط كانت محاضرة مستر بيتسو موسيماني للاعبي النادي الأهلي، وهي المحاضرة الأخيرة قبل التحرك لاستاد أحمد بن علي واللي هيستضيف مباراة اليوم. حديث كان عن كيفية يعني خوض هذه المواجهة، استراتيجية النادي الأهلي في هذه المباراة. مستر بيتسو موسيماني على مدار اليومين اللي فاتوا في الحقيقة كان عنده يعني تفكيرين تحديدا بيفكر فيهم، ازاي يلعب مباراة البايرن. امبارح بالظبط يعني اختار التشكيل او اختار الشكل الامثل اللي هيلعب بيه من وجهة نظره طبعا في مباراة النهاردة، استعد بشكل كبير. خليني اقول لكم كمان او اقول لك يا كابتن ايمن واقول لكل جماهير النادي الاهلي ان مستر بيتسو موسيماني واضح عليه الهدوء التام داخل مقر النادي الاهلي. الراجل واثق جدا في فريقه، واثق في امكانيات فرقته. الهدوء ده منقول للاعبين بشكل كويس جدا، مهم قوي ان انت تلعب المباراه النهارده وانت مش مشدود عصبيا، فبالتالي تم التعامل بالشكل النفسي الامثل مع لاعبي النادي الاهلي، وده احد الجوانب المهمه جدا في الاعداد، بخلاف طبعا الجوانب الفنيه والبدنيه اللي اتعامل فيها بشكل جيد جدا مستر بيتسو موسيماني على مدار ال 48 ساعه الماضيه. محاضرة النهاردة خلاص يعني هي أكيد طبعا خلصت، احنا لحظات وهنتحرك للملعب، ملعب أحمد بن علي، لكن تم التركيز فيه على كل النقاط الأخيرة والحاسمة بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وتم اختيار التشكيل كمان النهائي بالنسبة للفريق. الأمور ماشية بالشكل الإيجابي، والكل مستعد والكل مهيأ هذه المباراة، وأيضا لمحاولة الفوز بإذن الله. إحنا النادي الأهلي فريق القرن في أفريقيا، بطل أفريقيا، فريق قوي جدا، وعندنا إمكانيات مميزة من اللاعبين، وعندنا قدرات قوية جدا، نقدر بإذن الله إن إحنا نعمل مباراة كبيرة، ومن ثم توفيق بإذن الله تعالى يكون حليف النادي الأهلي في هذه المباراة. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق. ودي كانت أهم وأبرز الكواليس اللي بتتعلق باللحظات الأخيرة قبل التحرك لاستاد أحمد بن علي. دعوات كل جماهير الكرة المصرية وجمهور النادي الأهلي بالتحديد أنه هو يوصل لنهائي كأس العالم عشان يسطر تاريخ جديد في تاريخ النادي الأهلي المليء والمليء بالأحداث والألقاب والبطولات الهامة جدا. تابعونا لحظة بلحظة، وخليك متابعنا كابتن أيمن، وأي جديد أكيد هنوافيكم به بكل التفاصيل. عودة لك، تفضل. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، وشكرا للزميل العزيز أمير هشام.